الكلام اللي انت بتقوله ده يخليني افكر في حقيقة بقى المفاوضات مع محمد ابراهيم. النادي الاهلي فتح مفاوضات، سمعنا كمان ان يعني سمعنا كلام كتير ان الاندية عينيها على محمد ابراهيم. هو الكلام الدائر كله ان محمد ابراهيم موقع خلاص، ماشي، مش وقع بشكل نهائي، بس انا اقصد ان هي اتس اباوت تايم، يعني ان هي مساله وقت ومحمد ابراهيم هيبقى في الاهلي. هتساليني انا هل محمد ابراهيم محتاج هل محمد ابراهيم محتاج الاهلي، وهل الاهلي محتاج محمد ابراهيم؟ هتسمع نصين. الاول محمد ابراهيم محتاج الاهلي، محمد ابراهيم قطعا محتاج الاهلي. منافسة من بشكل مختلف، ضغوط مختلفة. محمد إبراهيم طول حياته ابن منتخبات وابن نادي كبير زي نادي الزمالك، وابن المنافسة على الألقاب والمنافسة على البطولات ومنافسة في أفريقيا. حتى لو ما كانش بياخد البطولة فهي منافسة، حتى يعني محتاج النادي اللي يحقق له طموحاته دي، اللي يرجعه تاني للواجهة ويحقق له طموحاته، يرجعه منتخب مصر، يرجع محمد إبراهيم اللي احنا سنة 2011 كان هو جيل محمد صلاح في منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي بعد كده، وكان محمد ابراهيم هو نجم المنتخب. لما كنت تبص على منتخب الشباب وتسالي مين احسن واحد في المنطقه التعليميه دي، هيشاور لك على محمد ابراهيم على طول. فانا اتمنى محمد ابراهيم يرجع تاني للواجهه دي.